الحوار الرابع الطعام والشراب. ألف الحوار بين قاسم وسالم. كم وجبة تأكل في اليوم؟ آكل 3 وجبات، الفطور والغداء والعشاء. هذا كثير جدا، أنا آكل وجبة واحدة. هذا قليل جدا، ماذا تأكل في الغداء؟ آكل اللحم والدجاج والأرز والخبز. وماذا تأكل أنت؟ آكل السمك والسلطة والفاكهة. ما وزنك؟ 60 كيلا. وما وزنك أنت؟ 100 كيل. أنت سمين جدا، وأنت نحيف جدا.